ده العسكري مغاوري. طبعا العسكري مغاوري كان شغال الاول عادي، كل يوم بيروح شغله وبيرجع وشغال عادي مفيش اي مشكلة، لحد ما في يوم من الايام اجت لهم الخبر اللي مفيش منه، وهنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل للعسكري مغاوري، فتابعوا معايا للنهاية. تمام يا فندم، تحت امر سعادتك يا فندم. تمام تمام ماشي يا فندم. حاليا يا فندم، اتحرك حاليا. تمام يا فندم، برعاية الله. عسكري. تمام يا صلاح بيه. جاهز يا ابني العسكري عشان انت هنا حقك في جنيه تاك. حاضر يا باشا. تمام يا فندم، القوات كلها جاهزة. ماشي يا ابني، يلا نتحرك حاليا. تمام يا فندم. بقال الاسم محمود. ضل. ازاي حصل الكلام ده؟ انا عارف، كنا بره بقالنا يومين وجينا لقينا القصه مرميه قدام العماره. طب هو المرحوم له اعداء؟ اعداء مين؟ كان غلبان، كان بيقعد قدام العماره والفيلا كده وبينام بالليل عادي زي اي بواب عادي. امال ازاي الكلام ده حصل؟ والله ما نعرفش. طب انتوا مفيش حد بيرد على الفيلا اليومين دول كتير او كده؟ محدش يقدر يجي على الفيلا اصلا. ما شفتوش في حاجه؟ هنشك في ايه؟ ولا في مين؟ ما حسيتوش باي حاجه خالص؟ لا، انا حاسس ان مفيش حاجه حتى اتسرقت. مش حاجه اتسرقت يعني؟ عمنا يا ابني المكان بره. شوف دلوقتي المفروض بتاعتك دي. ايه ده؟ ايوه ده بتاعي. تلاقيه هو اللي سرقها. تلاقيه هو اللي سرقها. ازاي يعني سرقها؟ اكيد هو اللي سرقها، ما هو اللي في الفيلا بقاله يومين. انت بره البيت بقالك يومين. ايوه، ما انا بسيب حاجتي هنا عادي. امال بتطلع تخرج ازاي؟ بخرج عادي، ما انا معايا بدل حاجه اتنين وتلاته عادي. طب بص بقى عشان مش هقول لبعض كتير، ده انا اتكلم كلام كتير. هي كده لبساك لبساك، مش فيها كلام. لبساني ازاي؟ لبساك حاجتك مع القتيل. تقول لبساني ازاي ايه؟ العمل دلوقتي. العمل دلوقتي. العمل دلوقتي انت عارف دي فيها ايه؟ فيها ايه؟ جريمة قتل. انت عارف فيها ايه؟ فيها اعدام او مؤبد اجل حاجة عشان تبقى فاهم. المطلوب. المطلوب الدنيا لو مشيت بالحب. بالحب ازاي؟ مش هيبقى فيها اي حاجه خالص. بالحب ازاي بقى؟ انت فاهمني. فاهمك ازاي؟ فاهمني، بقول لك بالحب. ايوه بالحب ازاي يعني؟ هنشوف اي واحد تاني وهنلبسه القضيه وهنخلصك منها. ايوه، وبعد كده ايه هيحصل؟ وبعد كده هنطلعك منها ونلبسها لاي حد. مقابل ايه بقى؟ مقابل ايه؟ بقول لك بالحب. فلوس يعني؟ اه طبعا يعني. انت بتستفزني ولا ايه؟ مش بستفزك. ما تعرفش انت بتكلم مين؟ مش بكلم مين. ما تعرفش انت بتكلم إيه؟ لبسك لبسك. لا انا ما هتلبسنيش. ايه ازاي يعني؟ مش هتلبسنيش. لا هتلبسك. انا هعرفك. مش هتعرفني. هتعرفني انا معايا الدليل. معايا الاسم. مش دليل. لا مش دليل. لا دليله معايا. دي هو سرقها. سرقها ازاي وانا جنبه او في جيبه؟ تمام. انت بقى انت ماشي. لا مش سرقها، انت بره البيت بقالك يومين وهي واقعه جنبه، يعني معنى كان واقعه منك، مش حد بيشيلها غيرك. هتقول له هو سرقها ومش سرقها؟ نشوف الحوار ده. هناك في امر من كده، فاحنا لسه في اول خطوه، ممكن مع بعضنا نحلها. هنشوف الحوار ده. شوف، بس انا محدش يستفزني. انا مش بستفزك. انا هعرفك. انا بطلعك منها. انا بطلعك منها. مش تقول لي هعرفك عشان انا الميري. يعني انا الوقت اللي في ايده كل حاجه. انا اللي ممكن اعمل كل حاجه على فكره، ممكن ابس لك وممكن اطلعك منها. فمش تقول لي اعرفك ومش هعرفك. خلاص ماشي، اللي تشوفه. اللي تشوفه. شوف مطلوب كام؟ مطلوب كام؟ عايز 4 مليون جنيه. كتير. مش كتير. كتير. على اعدام او مؤبد؟ مش حاجه. مش حاجه والله. شوف حضرتك، بسم الله ما شاء الله، يعني 4 مليون مش حاجه خالص.
مش فيها تفكير اعدام او مؤبد، مش فيها تفكير خالص يعني. خلاص ماشي نشوف. طب انا وافقت على المبلغ، بس انا في نقطه محيراني وهتحيرك انت كمان. ايه مين هيلبسها؟ بسيطه وعندي. ازاي؟ العسكري المغاور اللي معايا بيته قريب من المكان هنا. مين عسكري المغاور اللي معايا؟ انت مش حرام تظلمه؟ حرام؟ انت عملت بالحرام، ما انت قاتل تقول لي حرام؟ فكر ولا الحرام عندكم بس؟ خلاص ماشي، بس انا عايز اشوف بعيني. هتشوف بعيني كل حاجه. ما ادفعش لما اشوف بعيني. كل وريني. حاجه هتشوف. وريني دلوقتي. عسكري مغاوري. تمام يا صلاح بيه. هات يا ابني. في ايه يا باشا؟ هات يا ابني. في ايه؟ عسكري عساكر تعال. في ايه يا باشا؟ خدوه. في ايه يا باشا؟ خدوه يا ابني. روح وريني. كفايه تقتل وتقول لي ما عندكش حاجه. تقتل. تمام كده؟ تمام. ايدك بقى على الفلوس. لما تعدي عليها المكتب. لا. دلوقتي حق ايه هاخده دلوقتي؟ ما فيهاش كلام. كافي شكات؟ ما اضمنكش. كافي شكات؟ عادي. 50 عادي. اتفضل. ماشي. فين؟ تمام. السلامة يا سعادة الباشا. السلامة يا باشا. شرفنا. ما تزعليش مني يا شباب. على ايه؟ على اللي هيحصل. طب انا هعمل ايه ولف المصيبه السودة دي ليه كده يا صلاح بيه؟ ليه عملت لك انا عشان تلبسني البلوه دي؟ وانت يا محمود ماشي، ما وريتك هي دي مشكله الناس اللي معاها فلوس، تفترى على الناس الغلابه اللي زينا. بس انا لازم اعرف حاجه، لازم اعرف حتى هو موت الراجل الغلبان ده ليه. اكيد وراه حاجه محمود ده. وادي سلاح النيل. لما وريتك يا محمود، لما وريتك انت كمان يا صلاح بيه، اقسم بالله لا تشوفوا منا ايام سودة. عايز ايه؟ اه مش عارفنا انا مين؟ لا معرفكش. مش انت برضه اللي كنت قاتل في القضيه بتاعت القتل اللي لبستها لي؟ قتل ايه؟ انا ما قتلتش. يعني مش فاكر القضيه اللي لبستها للعسكري مغاوري؟ انت هتقتل وتيجي ترمي بلاوت علينا؟ اه بص يا حبيبي، الكلام ده تقول عندهم هناك، اما تيجي عندي انا وتقول الحقيقه. انت ولا مش انت؟ ما قتلتش. انت كده كده ميت. تمام؟ فانا عايز اعرف بس منك حاجه واحده، الراجل الغلبان اللي انت موتته ده موتته ليه؟ عمل لك ايه؟ طب ولا عشان الناس اللي زيكم معاها فلوس بتفترى على الناس؟ طب اقول لك الحقيقه وتسيبني؟ عرفني بس الاول بعدها افكر. انا اساسا بتاجر في الاعضاء، هو شافني وانا بس مخطف عيد فكان هيبلغ البوليس، انا قتلته. يعني انت قتلته زي ما بتقتل ناس تانية، يعني تخطف عيال الناس وتحرمهم وتحرم الناس من عيالهم عشان شوية فلوس، صح؟ بص أرجوك ما تقتلنيش، هديك كل فلوسي. أنا مش هقتلك وبس. هديك كل مملك، هديك كل حاجاتي. أنا مش هقتلك بس، ده أنا هقتلك وهاخد أعضاك وهبيعها. عارف ده ليه؟ عشان الناس الغلابة اللي أنت عملتهم. اشتهد على نفسك! عملت في هذا كله. اسعاف يا ابني بسرعه اسعاف. استغفر الله العظيم يا
بس وصلنا للمرحلة دي؟ تقتل تقتل يا مغاوري، تقتل اتنين. استغفر الله العظيم يا رب، بس برضه مش هسيب حياة الناس الغلابة، مش هسيب حياة الناس الغلابة اللي اتظلمت. بس ثانية بس، عارف ازاي مكان العصابات دي؟ اه صح، الظابط صلاح مش كان في عصابة كده مش كان عارف يوصلها ازاي، بس انا اللي هقدر اوصلها لوحدي. بس برضه مش هسيب حق الناس الغلابة، وهوصل لهم لوحدي وهولع فيهم، وهتشوفوا مني ايام سودة. رجاله رجاله، ايوه كده، الله ينور عليك. من السايق. اه انا هو يا مغاوري، ايه اليوم اللي تقتل فيه العدد ده كله؟ فين يا ابني؟ طب تعالى لي بسرعة، تعالى لي يا بيه، يلا بسرعة. أوامرك يا سيد المعلمين. يابا عليك، لا تعلم علمك الكلام، عايش ولا كان اللي علم عليه؟ لا تعلم علمك. طب دلوقتي امبارح خش عليا واضرب الرجالة. المطلوب مني خلال 24 ساعة في الواد علي يكون متقطع. بسرعة بقى. بس انا عاش ولا كان اللي يعلم علينا؟ يا عم روح، عاش ولا كان ايه؟ هو ده؟ هو مش انا قلت لك مش هسيبك وتخش عليا في رجالتي؟ ها؟ انت مين اللي بعتك علينا يالا؟ محدش بعتني وهخلص عليك. خلص لي انا؟ زي ما خلصت على رجالتك كلهم. لازم انا اللي اخلص عليك. سيبك ما نعرف مين اللي وراه. اكيد وراه حاجه بعد. اه. محدش وراي. مش هتعرف تعمل معايا حاجه وهخلص عليكم. ما تعلي صوتك كمان، انا عاوزك تعرف اللي ورا الواد ده ايه. اقرب ورايا حاجة واخلص عليكم كلكم يا كلاب. عايز ورانا اخلص عليكم يا كلاب. اعمل انا كده؟
لا سيبوا شوية بس سيبوا شوية بس عشان في الفكرة عم نخش عليه كده احنا خلصنا منه يا عم. وقت ويجي خلاص لازم نخلص منه بقى ونرتاح منه من الدوشة اللي احنا فيها دي. خلاص لما المعلم يجي وأود أخذ جنب. شو كتير عملت مع الودة؟ ودي شوية وهيجي كله هنجيب اللي وراه كله. الرجالة تمام أهم حاجة. الأسلحة جاهزة. أنت عارف اللي احنا ورانا كتير. ترى على الناس الغلابة كمان؟ يا شكلك ايه دلوقت؟ شكلك ايه؟ وانت قاعد مسجول قدامي كده؟ ها؟ رد علي شكلك ايه؟ لا اصرفها في ناس ايه؟ نفس السلاح كل اللي انت عاوزه اللي انت عاوزه الكلمة دي سمعتها كتير. نزل سلاحك كله. مفيش حاجة نزل. نزل سلاحك. نزل سلاحك تعال جدع وهتفضل معايا. هتفضل معاك اعمل ايه؟ اللي كده؟ نزل سلاحك كله. عايزني ابقى زيك واكل لحم الناس الغلابة؟ ها؟ نزل سلاحك كله اللي انت عاوزه على الهواء. حاسس بيه دلوقتي وانت مسجون قدامي كده. بس معاك. والله وقعت يا فندم انت مغاور هتقومني يا ابني.